فريق بن مية ونشوف اللي في المركز السابع في هذه اللحظات. ترى هنا مشاهدين الكرام مشكورة تعود الملكية لمحمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري. انتقل مباشرة الى المركز السابع، وصلت هنا وتقدمت مشاهدين الكرام سرابة لسلطان بن راشد بن سالم الشامسي الدردور المركز الثامن، ورا التقدم الممتاز من الكايد السير بن مبارك بن غانم الاكتبي تاسع المراكز، وصول من الشاهينية مطر بن علي بن رشيد الاكتبي. أما المركز العاشر من تنظم في هذه اللحظات هنا وتتقدم شواهين لمتعب بن طالب بن محمد بن شريم المري. نداءنا الأول لهذا المسار أكملناه كاملا مكمل، نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول والمسار الأول. دكتورة من تعلن الوجود بمقدمة الشوط وتسيطر بالمقدمة، تعود الملكية لحمد بن علي بن غيميل الإيحافي. هي من تأتي من المقدمة، تأتي مع المركز الأول، تنطلق بهذه الصدارة. المركز الثاني تليها مباشرة بن ظبيان غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت هنا الهدلة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي مع المركز الثالث. رابع المراكز هنا مشاهدين الكرام من تأتي مع المركز الرابع، نشوف اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات هنا الشاهينية. عبيد بن ناصر بقبي المنصوري مع المركز الرابع من ينطلق بالشاهينية. المركز الخامس وصلت الغزيلة السهيل بن علي اليبهوني الظاهري مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز التقدم من مشكورة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري من تاتي مع المركز السادس. المركز السابع وصلت الكايدة سهيل بن مبارك بن غانم الاكتبي مع المركز السابع. المركز الثامن وحان دوره هنا سرابة سلطان بن راشد بن سالم الشامسي. انتقل مباشرة الى المركز التاسع ورا بينونة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. القدوم هنا على عاشر المراكز من الظنة سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي. النداء الثاني أكملناه كاملا مكمل مع هذا المسار ومع هذا الانطلاق ومع المقدمة. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع الصدارة، مع المقدمة. يا سلام، مقدمة الشوط والمركز الأول من تنطلق. الدكتورة مع المقدمة، دكتورة مع المركز الأول، تعالج الصدارة بهذا الانطلاق بهذا المسار لحمد بن علي بن غيميل اللي حافي. هي من تاتي مع المقدمة، تاتي مع الصدارة. المركز الثاني من تاتي مشاهدين الكرام في هذا المسار في ثاني المراكز من تلي مباشرة مع دكتورة مع الصدارة ومع المقدمة من تاتي مع المركز الثاني. هنا مشاهدين الكرام من تصل في هذه اللحظات يا سلام مع المركز الثاني. هنا أرى شعار بن حمودة من يسيطر مع المركز الثاني، وتاتينا اللي هي بن ظبيان غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى مشاهدين الكرام في ثالث المراكز الهدلة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي مع المركز الثالث. المركز الرابع الغزيل السهيل بن علي اليبهوني الظاهري مع المركز الرابع. وفي خامس المراكز مشاهدين الكرام من تصل الشاهينية عبيد بن ناصر بقبي المنصوري سادس المراكز. قدوم هنا من الكايدة سهيل بن مبارك بن غانم الاكتبي، ولكن القادم أحلى. وصلت هنا مشكورة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري من تنضم مشاهدين الكرام مع المركز السابع. المركز الثامن وصلت هنا سرابة سلطان بن راشد بن سالم الشامسي من تاتي مع المركز الثامن في هذه اللحظات. المركز التاسع أرى القدوم هنا من ظن تعود الملكية لسالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي مع المركز الثامن. وفي تاسع المراكز يا سلام وصلت الشاهينية أحمد بن سعد بن عبد الله الأرياني من تصل في هذه اللحظات. أرى في عاشر المراكز هنا والوصول مشاهدي الكرام مع المركز العاشر شواهين متعب بن طالب بن شريم المري. النداء الثالث أكملناه كاملا مكمل، نعود مع المقدمة، نعود مع الصدارة،
مع المركز الاول ونصل الى جسر العبور 3 كيلومتر ما تبقى الا القليل عن خط النهايه وعن ناموس هذا الشوط عن الفوز والانتصار. دكتوره مع المقدمه، دكتوره مع الصداره لحمد بن علي بالدغيميل لحافي مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول. ما زالت مسيطره بمقدمه الشوط وبالمركز الاول بالمسار المطلوب مع الصداره مع القياده. المركز الثاني من تاتي هنا بن طبيان تعود الملكيه غانم بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول هنا وتقدم من الهدله محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي مع المركز الثالث. ومن الجانب الاخر بدا التقدم هنا مشاهدين الكرام والوصول مع المركز الرابع يا سلام التقدم الممتاز والكوكب الثلاثيه من الجانب الاخر من تشكل مع المركز الثاني هنا شعار ابو دبي من يسيطر مع المركز الرابع يا سلام. هذا اللي مشاهدينا الكرام الشهنية عبيد بن ناصر بو قبي المنصوري مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من الغزيلة سهيل بن علي باليبهوني الظاهري مع المركز الخامس. المركز السادس وصلت هنا مشكورة محمد بن فرق بن راشد بن عبيد المنصوري مع المركز السادس. المركز السابع وصول هنا من القايدة سهيل بن مبارك بن غانم الاكتبي تنضم مع المركز السابع. المركز الثامن لم تغير من مركز الى مركز هنا يصل بن كليب سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي غيرت مباشرة الى المركز السابع. قدوم هنا وتقدم الممتاز وصلت الشاهينية احمد بن سعد بن عبد الله العرياني تنضم مع المركز التاسع. المركز العاشر هنا من تاتي سرابة سلطان بن راشد بن سالم الشامسي. نعود مع البداية نعود مع المقدمة مع المركز الاول. دكتورة مع المقدمة، دكتورة مع المركز الاول لحمد بن علي بالدغيميل لحافي. هي ما زالت تسيطر بمقدمة الشوط منذ الانطلاق حتى هذه اللحظات. سيطرت مع البداية، سيطرت مع المقدمة، سيطرت مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، المسار الأول التي تقدم دكتورة لحمد بن علي بالدغيميل لحافي. المركز الثاني الهدلة محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي من تصل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الشاهينية عبيد بن ناصر بو قبي المنصوري. الانطلاق بدأ يبدو، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتوجه. المركز الخامس وصول يا سلام ظن وصلت تعود الملكية لبن كليب في هذه اللحظات. مشاهدي الكرام سالم بن سيف بن علي بن كليب وأيضا قدوم هنا من الغزيلة سهيل بن علي اليبهوني والدكتورة مع المقدمة، الدكتورة مع المسار الأول. سيطرت منذ البداية حتى هذه اللحظات ما تبقى الا القليل. الدكتوره لحمد بن علي بن غيميل لحافي. التحركات هنا من الشهنيه عبيد بن ناصر بو قبي المنصور يا سلام. الكيل الاخير ما تبقى الا القليل والدكتوره ما زالت مسيطره بدون تعليمات. صدرت التعليمات اعلنت المغادره يا سلام. الدكتوره لحمد بن علي بن غيميل لحافي يا سلام. هذا الاداء المطلوب، هذه العروض المميزه. مش كور يا راعي العوره على هذا الابداع المميز حمد بن علي بن دغيميل اللي حافي يا سلام. غادرت انطلقت انطلاقه الفوز، انطلاقه الناموس، انطلاقه الانتصار. المركز الثاني الغزيله سهيل بن علي اليبهوني الظاهري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من الشاهنيه عبيد بن ناصر بو قبي المنصوري. ولكن الدكتوره غادرت اعلنت المغادره، تبي الفوز، تبي الانتصار، تبي الناموس وتهدي السلامات الى اهالي السلطنه وخصيصا ميدان الابيض، قادمه للمشاركه في هذا المحفل وفي هذا المهرجان. وبالفعل تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام الى حمد بن علي بن دغيميل لحافي. واسعد الله صباحك يا ابو صالح على هذا الابداع. مسافتنا 8 كيلومتر منذ الانطلاق، سيطرت مع المقدمه حتى انهت الشوط لصالحها وتهدي الفوز والانتصار لحمد بن علي بن دغيميل لحافي. صباحك ورد يا ابو صالح. ومن دل ذلك على شيء فيدل حرص دكتوره واهتمامها الكبير وحرصها الكبير للمركز الاول. ومن دل ذلك على شيء فهو لها عده من الانجازات الكبيره. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن غيميل حافي. المركز الثاني وصلت في ذلك المراكز الغزيل السيل بن علي بن الظاهري. المركز الثالث جماله غانم بن منصور بن غانم سيف الخياري. المركز الرابع الشهنيه حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. المركز الخامس كان من نصيب الشهنية عبيد بن ناصر بن قبي المنصوري.
تهانينا والناموس وفي انتظار التوقيت الزمني. مشاهدينا الكرام، هاي امامكم الإعادة والسرعة. مشاهدينا الكرام 50 ما شاء الله وتبارك الله. مشكور يا حمد يبن علي بن طغميل اللي حافي على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول الى خط النهاية، تهانينا قاطع المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 43 ثانية، 4 من الاجزاء. تهانينا والناموس لحمد بن علي بن طغميل اللي حافي، وسعد الله صباحك ابو صالح على هذا الفوز والانتصار. اما المركز الثاني من حلت مشاهدينا الكرام اللي هي الغزيل السهيل بن علي بهون الظاهري، قطعت المسافة في زمن وقدره 12 دقيقة 47 ثانية، 4 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك الغزيل السهيل بن علي بهون الظاهري. اما المركز الثالث 12 دقيقة 48 ثانية، جزء واحد يتيما من الثانية اللي وصلت في المركز الثالث اللي هي مشاهدي الكرام جمالة غانم بن منصور بغانم آل سيف الخيارين. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب في هذا المهرجان التراثي، في مهرجان زايد التراثي التي هنا تنطلق فعالياته في عاصمة الميادين الوثبة. من ترحب بهذه الشعارات المتواجدة، شعارات أبناء القبائل في هذا الشوط السادس الذي يحمل في طياته الحول المهجنات الأصائل من مسافة 8 كيلومترات، نقطة البداية وبداية هذا التحدي.